السلام عليكم. شهر رمضان المبارك صار على الأبواب، وإن شاء الله يتقبل الله صيامنا وصيامكم. وفي بعض الألعاب ما تنفع تلعب في شهر رمضان الكريم، والسبب بسيط وبديهي: الجوع. الألعاب هذه بيكون مختلف الأكلات، كل ما لذ وطاب، وبيكون فيها تفاصيل تخلي لعابك يصير لهم. وعشان نقول لك ابتعد عنهم في رمضان، بنوريكم الألعاب هذه بالتفصيل. وقبل ما نبدأ لتسون أزر لايك واشترك في القناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة فاينل فانتسي 15، هذه ابعد عنها في رمضان، كثير تكلمنا عنها في فيديوهات سابقة وما يحتاج تعريف لها، خلاص يكفي. بس عليك تعرفها أنها لعبة RPG في عالم مفتوح، وتلعب طول الوقت بأربع شخصيات أصدقاء في رحلتهم. واحد منهم خبير في الطبخ، ودائما يطبخ لهم كل ما لذ وطاب، مثل الأندومي الأسطوري اللي يخليك تشتهي تاكله لما تشوف المويه لا من جدكم انتم، مو هذه اكله تخليك تشتهيها، لكن في اكلات فخمه مثل الستيك اللذيذ المطي بالتوابل اللذيذه، لحم الدجاج المدخن مع شريحه من البيض الطازج وبعض البهارات والفلفل، وفي الكثير غيرها. بالله ما تشهي الاطباق. لعبه دراغون بول زي كاكروت هي مبنيه على الانمي الاسطوري، وتعتبر أكبر لعبة مغامرات في السلسلة من ناحية المحتوى والعوالم. واللعبة مبنية على الأحداث في دراغون بول زي وفيلمين من سوبر. في اللعبة راح تلعب بشخصية البطل المحبوب جوكو، وتغامر وتتدرب وتقوي نفسك عشان تهزم الأعداء اللي راح يقابلونك في اللعبة. وفي أيضا شخصيات ثانية قابلة للعب مثل أسطورة فيجيتا، وهو منافس وصديق جوكو المعروف، وأيضا ولده جوهان، وشخصيات ثانية كثيرة. ما علينا من اللعبة، أهم شيء الأكل اللي فيها. طيب وين الأكل اللي فيها؟ أنا أقول لكم، جوكو عنده زوجة اسمها تشيتشي، تطبخ له ألذ الأطباق، ويكون فيها تفاصيل كثيرة وتشهي، مثل طبق الرامن الياباني مع اللحم وسلطة الفواكه اللذيذة وقطعة الستيك بالتوابل السحرية الدقيقة، طبق اللحم بصلصة الباربيكيو والتوابل اللذيذة، وسمك متبل ومشوي على العصيان بالزبدة السائحة، سمك عملاق متبل ومشوي مع صلصة الطماطم بالزبدة الشهية والتوابل اللذيذة. وطبعا في أكلات ثانية في اللعبة. سلسلة ألعاب ياكوزا من أشهر السلاسل اللي عرفت خصوصا في الأونة الأخيرة، وتحكي عن العضو الياكوزا كيريو كازما أو كازما كيريو، والأحداث اللي واجهها في عالم العصابات اليابانية. وفي اللعبة فيها أكلات يابانية كثيرة، ومعروف عن الأكل الياباني أنه لذيذ، لكن مشكلته أنه غالي سعره، ويعتبر من الولائم الراقية حتى. طبعا هذا الكلام خارج اليابان، أما في اليابان نفسها تكون في أكلات يابانية بأسعار مقبولة. والأكلات اللذيذة كثيرة في ياكوزا، مثل أنواع الستيكات المشوية على الطريقة اليابانية، أنواع السوشي اللذيذة والمشهورة في اليابان، حتى الهمبرجرات شكلها يشهي في لعبة ياكوزا، في أنواع كثيرة وطريقة طبخات متنوعة مثل همبرجر الترياكي والهمبرجر العملاق. لعبة مونستر هانتر وورلد، هذه اللعبة لعبة صيد وحوش مشهورة، وبالخصوص لعبة مونستر هانتر وورلد هي اللي بنتكلم عنها. وفيها تكون صياد وتصطاد الوحوش المتنوعين، وراح تركض كثير فيها، طبعا راح تجوع، عشان كذا في مكان في اللعبة فيه يقدم لك الطعام للصيادين والطباخين، هم قطط قطاوة، يعني بس مثل القطط اللي عندنا مسدحين في البيوت، لكن هذول غير، مو مسدحين، انا عندي اثنين مسدحين ما منهم فايدة بس ياكلون، هذول هم اللي يطبخون لك الاكل، وطبخهم رهيب وشكله لذيذ. طبعا عكس الالعاب السابقة، نوع الاكل وشكله يعتمد على المنطقة اللي انت فيها، يعني مثلا في المنطقة الاولى بيطبخ لك الشيف قطو اكلات لذيذة، مثل السمك المشوي اللذيذ مع قطع اللحم اللذيذة. أما المنطقة الثانية يكون فيها أنواع لحم ودجاج استيكوزا المشوية بالبهارات السرية، محضرة من قبل المساعدين بإشراف الشيف قطقوط. وبعدها يستعرض الشيف قطقوط فنونه في الطبخ، بأنه يقطع لك قطعة لحم عملاقة باستخدام ربع سيف برزرك، وبعدها يشويها على الحجر الحار، وتطلع النتيجة تشهي جداً. وفي منطقة ثلجية في اللعبة يكون فيها طباخة إنسان بدل القطط، اختصاص هذي تسوي لك طناجر اللحم المضغوط والمشبع في المرق،
وعلى شو والله سال لعاب منهم تشوفون كيف شكلها انتم؟ واو يعني ابغى اروح اكل ذا المكان انا صراحه، وشوف البشاميل اللي ربي رمضان الله يعينكم، شوفوا قبل رمضان فيديو ذا اهم شيء. طيب الحين اخر لعبه معانا هي لعبه The Legend of Zelda Breath of the Wild. لعبه زلدا Breath of the Wild هي اللعبه اللي رفعت الموازين في العاب العالم المفتوح، واللي تسمى بكل جداره لعبه عالم مفتوح، لان في عالم كبير جدا تقدر تستكشف اي مكان فيه، ولينك بيتسلق الجبال ويغامر كثير ويدخل الكهوف طبيعي بيجوع، بس مو زي مونستر هانتر عنده قطو يطبخ له ولا شيء، لا لا لا، لينك هو يدبر نفسه، لينك عنده قدر يشوفه في اي مكان ويقط فيه خرابيط ويطلع على اكل، ياخذ 5 مقادير اكل يحطهم في القدر وبعدين تطلع افضل اطباق منها، اومليت البيض مع الفطر البري الطازج وصلصة الكريمة السائحة، وجبة الارز الابيض الكريستالي مع قطع اللحم المطهوة في صلصة شهية، وجبة الرز الأبيض المطي مع الزبدة وصلصة الكاري اللذيذة. وفي أكلات ثانية كثيرة في اللعبة يعني هذه ولا شيء ترى. هذه كانت الألعاب اللي لازم تبعد عنها في شهر والله أنا سأل لعابي وأنا قاعد أسوي لكم الفيديو ذا، تبعد عنها في شهر رمضان. إذا عندكم ألعاب ثانية في أكلات شهية حطوها تحت بالكومنتس. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة. بروح أطلب لي أكل الحين.